اهتمام كبير جدا من الدولة خلال الفترة اللي فاتت بمحافظات الصعيد بشكل عام، وشفنا امبارح وتابعنا طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف. أهمية هذه الزيارة ايه فندم؟ هو شوف حضرتك، يعني هذه الزيارة للسيد الرئيس بتأتي في إطار مبادرة حياة كريمة واللي أطلقت من جانب الرئاسة في سنة 2019. المبادرة بتهدف إلى الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا في مصر، سواء المناطق الأكثر احتياجا دي طبعا أغلبها في الريف. احنا عندنا بالمناسبة يعني 4500 قرية في مصر، وبالتالي المبادرة قسمت إلى مراحل وقسمت القرى إلى مجموعات ووفقا لتوقيتات زمنية، حيث تبدأ المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، وتعطى الأولوية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا. فاحنا بننظر إلى هذه الزيارة في هذا الإطار، وفي إطار اهتمام السيد الرئيس بمتابعة كل ما يتعلق بهذه المبادرة. احنا شفنا يعني بالأمس زيارة للسيد الرئيس لمحافظة بني سويف. يمكن كان في فترة سابقة كان في زيارة لقرية الأبعدية في محافظة البحيرة، صحيح، وبالتالي يعني نفس المشهد الاستقبال الجماهيري كمان. بالظبط كده، إذن يبدو أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة ومن جانب الرئاسة بتخفيف الأعباء عن كاهل المناطق الأكثر احتياجا، وأيضا نستطيع أن ننظر إليها في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المناطق، وأيضا تحسين الظروف المعيشية للمواطن. فكل ده يعني ما يمكن أن نطلق عليه السياسات الاجتماعية للدولة، يعني بجانب الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي بيسير، عملية التنمية بتسير، إنما في أيضا البعد الاجتماعي في الموضوع. ده كان سؤالي التالي لحضرتك يا دكتور. يمكن إحنا بنتابع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنين اللي فاتت كلها الحقيقة، يمكن فيما سبق حتى لما كنا بنشوف افتتاحات لمشروعات كبرى، لكن ما كناش بنشوف هذا النمط من النشاط. كان ممكن يبقى فيه افتتاحات، لكن فكرة تواجد سيادة الرئيس وحرصه دايما واهتمامه بأنه يكون موجود، مش بس أنه يكون موجود وشاهد على الافتتاح، لا، يكون مشارك فعلا، بيشارك الناس في الشارع وبيتكلم معاهم، وزي ما تابعنا زيارة سيادته لمنزل أحد الأسر هناك. بكل تأكيد ده ليه دلالة وليه أثر، وعلى الجانب الآخر ليه انعكاس كمان على المواطنين، بما أن حضرتك ذكرت السياسة الاجتماعية. ده صحيح، يعني هو بيعبر عن الاهتمام الشديد من جانب القيادة بهذه المشروعات وبافتتاح هذه المشروعات وأنها تؤتي ثمارها الإيجابية على المواطنين. بيعبر أيضا عن يعني جزئية مهمة من وجهة نظري، وهي أن ثمار التنمية تتساقط على الجميع، يعني لا يستأثر به ثمار التنمية وجوانبها الإيجابية في فئة معينة أو كده، إنما ده ما يمكن أن نطلق عليه العدالة في توزيع ثمار التنمية، وبالتالي بيأتي الاهتمام الأكثر بالمناطق الأكثر احتياجا. بيضاف طبعا إلى الجانب الرسمي وافتتاح المشروعات وكده، احنا ممكن ننظر أيضا إلى الجانب الإنساني في الموضوع. صحيح. الجانب الإنساني ده مهم قوي الحقيقة، طبعا، وبيعبر عن التواصل بين القيادة وبين الشعب. واحنا شفنا يمكن استقبال السيد الرئيس في يعني منزل مواطن، وجت العملية يعني مش مترتبة، جت بالصدفة كده، إنما ده بيعبر عن التواصل الشديد بين القيادة وبين الشعب. وده يعني لو استخدمنا مصطلح سياسي شوية بيسمى في السياسة، يقولوا عليه التكامل بين النخبة والعامة، أو التكامل بين القيادة والشعب. يعني إيه؟ يعني يبقى فيه تواصل مباشر. صحيح. يعني مش لازم التواصل يبقى فقط من خلال المؤسسات أو الأجهزة، إنما إحنا ممكن بنشوف دلوقتي وشوفنا قبل كده تواصل بشكل مباشر، يعني صحيح. زيارة لمواطن في منزله، طب ما ده يعني اللقاء مباشر. لا، وكان في باعة جائلين حتى في الشوارع، كان سيادتهم يبقى معدي ويتكلم، يقف يتكلم معاهم. بالظبط، يعني شفنا مشاهد كتير. طبعا، فده بيعبر عن التواصل الإنساني وعن اللقاء المباشر بين القيادة وبين الشعب اللي احنا بنتكلم عنه، ده له أهمية كبيرة قوي. وشوفنا حتى كمان واحنا بنتكلم عن الجانب الإنساني، إن كان في عزاء من السيد الرئيس للمواطنين المصريين. صحيح. يعني اللي ماتوا في كارثة ليبيا، فكل دي أبعاد إنسانية ليها انعكاساتها على السلم المجتمعي كمان بشكل عام. نعم، ليها انعكاساتها، كل هذه المظاهر ليها انعكاساتها على السلم المجتمعي بالتأكيد، ويمكن ده اللي أكد عليه السيد الرئيس في
خطابه بالأمس يعني كان في عدة رسائل مهمة منها تحية للمصريين ومنها الإشادة بدورهم في مواجهة الصعوبات والتحديات، فكل دي حقيقة قضايا مهمة في هذا الإطار.